الفرق التونسيه كعبها عالي على الفرق المصريه؟ لا 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 استحاله، احنا عندنا النادي الاهلي ما شاء الله يعني بيفوز عليهم دايما على طول، بس هو يعني الفرق ان الزمالك لما بيلعب مثلا قدام نجم الساحلي يختلف عن الاهلي. الاهلي كعبه عالي على النجم الساحلي. لا الزمالك كان كويس يعني، فرقه كويسه الحمد لله. والله نادي الزمالك بقى كويس قوي يعني، وعمل اللي عليه الماتش اللي فات وكان ممكن يكسب، والواحد بيتمنى له يعني ان هو يعني ان شاء الله يلعب احسن من كده كمان. والله الفريق الزمالك فريق كويس محترم السنه دي، عنده فريق محترم، لعبت ماتش امبارح جميل جدا، بس هو الماتش هو خرج من الماتش الاولاني يعني، اما امبارح لعبها ما شاء الله يعني، والطرد طبعا الطرد اللي حصل على جاب هو ده اثر عليه جامد الماتش. السنه دي اول مره اشوف ان الزمالك خد دوري وكاس وغلب الاهلي من 11 سنه. السنه دي فريق الزمالك عامل مستوى كويس، طبعا بقول له مبروك على الدوري ومبروك على الكاس، وهارد لك الخروج من بطوله افريقيا بسبب الماتش الاولاني مش الماتش الثاني. هو اخذ كاس واخد وقبليه اخذ دوري ومستواه كويس، بس الماتش ده بيبقى ليه ظروف خاصه، لان كده كده الجماعه اللي هم بتوع الجزائر او تونس بالماتشات بتاعتهم بتبقى صعبه جدا جدا، وبيحاولوا يضايقوا اللي قدامهم عشان هم يكسبوا. شايف ان الفرق التونسيه بقى كعبها عالي على الفرق المصريه؟ عالي على نادي الزمالك مش عالي على النادي الاهلي. اه طبعا، اه هم حظهم عالي علينا، بس احنا المفروض احسن منهم يعني. لا يعني باذن الله البطوله دي هو هاي لاعب الاهلي، الفرقه ديت هتلاعب الاهلي، بس الاهلي هياخدها ان شاء الله. انا زملكاوي بس بقول لك ان الاهلي هياخدها باذن الله. لا ما شاء الله يعني نادي الزمالك لعب امبارح يعني مع النجم الساحلي بطريقه يعني لا يعني لاخر دقيقه بصراحه يعني، وانا بصراحه انا امبارح انا مع ان انا اهلاوي انا كنت بشجع امبارح الزمالك. لا لا ولا حاجه، الاهلي ما كسب النجم هنا بس، ولا وصل النهائي يكسبوا برضه هنا ويكسبوا هناك ان شاء الله. بس لا هم بيعرفوا يستفزوا اللعيبه بتاعتنا فبيخرجوا بره مود الماتش. لا طبعا لا دليل، لان احنا جبنا الاهلي جاب بطولتين من تونس، من تونس من ترجي ومن مصطفى قسم. Thank you.